أنا ما يهمني في القصيدة أيضا هي أنها بنت لحظة مثل ما تفضلت، ساخنة، حصار بيروت، صبرا وشتيلة، المذبحة، هذا هو يعني بنت كل هذا الغضب وهذا الألم. وربما هي من القصائد التي نحس أنها من قصائد أدونيس التي نحس بأنها تتماس مع الواقع وليست منفصلة تماما عنه. هي يعني صحيح، هذا صحيح، لكن اللي انا كان كمان خلفيتها العميقه هو انه مريت في مرحله قلت انه الحضارات دورات والشعوب تنتهي اذا انتهت فاعليتها واذا انتهت ابداعيتها. يعني شعب لم يعد حاضرا ومبدعا ولا يشارك في بناء العالم، شعب شبه منتهي. وقلت انه الحضارات القديمه كلها انتهت والشعوب القديمه كلها، فكان في ذهني وضع العرب ايضا في اساس كتابه هذه القصيده، انه هل يا ترى نحن جاء دورنا؟ هل انتهينا نحن كعرب بحيث اننا لم يعد لنا اي حضور خلاق في بناء العالم؟ فكان هذا يعذبني كثيرا وأثر هذا في نص القصيدة. في القصيدة.